التسخين حسب المقال الذي نشرته في موقع Health and Lifestyle التابع لأكاديمية العلوم والفنون، ذكرت أن كلمة التواصل أو بما يعرف الكوميونيكاسيون هي كلمة لاتينية الأصل وتعني بارتاج أي مشاركة. إذا كيف يمكن للمشاركة والصحة أن يلتقيا بنفس المجال؟ شكرا على الاستضافة، هذه فرصة باش نحكيو على المقال اللي نشرته ونحكيو على أهمية التواصل لا كومونيكاسيون خاصة في مجال الصحة. قبل كل شيء باش نوضح كيف جات فكرة المقال. نعرف شخصيا الدكتور شرف الدين برجل اقترح عليا في محادثة صغيرة علاش ما نعملوش مقال يهم الصحة، معناها نربطوا الكفاءة نتاعي مدني مختص في ميدان التواصل لي سونس دو كومونيكاسيون، وعلاش لا نربطوها بالميدان تاع الصحة. والفكرة جات بحكم الظرف اللي عايشينه، هو ظرف متعلق بالكوفيد 19 ولاحظنا في الكونفينمون الأول الحجر الصحي الأول والثاني اللي صار برشا تشكيات، وهذا جبت عليه في المقال صرتو في الشابيتر الأول محور الأول تشكيات من المرضى تعامل الطبيب مع المريض وتعامل المريض مع الطبيب. في فترة الحجر الصحي الأول والثاني التوبة صار من نوع من الهرسة ضغط كبير وما عرفوش يتعاملوا معاه. علاش ما عرفوش يتعاملوا معاه؟ على خاطر أغلب الطلبة الأطباء ناقصين كلمة تكوين في التواصل في الكوميونيكاسيون، خاطر كي نتواصلوا مع المريض ثم تقنيات لازمنا نكونوا متحكمين فيهم ونعرفوا. كلمة تواصل كوميونيكاسيون جات من اللغة اللاتينية وتفيد كلمة بارتاج. لازم نوصلوا نحطوا لو بارتاج انت لو باسيون اي سون ميدسان، ونستعمل كلمة استعملتها في المقال انت لو سوانيون اي لو سوانيون. فوالا هذا هو البوان دو ديبار نقطة البداية. كيف تكون معالجة التواصل قبل معالجة المريض بحد ذاته؟ وهذا هو الكلمة اللي قلتها وزدت ركز عليها أكثر، تكوين الأطباء. اليوم ثم دي ميدسان أطباء يحطوا نفوسهم نجيبهم باش يعملوا لي سيسيون دو فورماسيون، تكوين في البي ان ال لا بروغراماسيون نورو لينغويستيك، الطبيب اللي يحسن كفاءته. ثم مدارس تكوين، ثم جامعات تكوين، وثم سكون ابل دي كوتش سيرتيفيي هما اللي يلتجا لهم الطبيب باش يحسن من قدراته في التواصل مع الطبيب. ذكرت في المقال بما يعرف المقابله التحفيزيه. لونتروتيان موتيفاسيونيل. دونك ماذا يقصد؟ ماذا يقصد؟ المداول عند الناس الطبيب يدخل بالغرفه يشوف اللي نعرفوه احنا واللي يعرفوه عامة الناس اللي هو جوست مراقبة، يعني كونترول دو روتين باش يشوف حالة المريض تحسنت ولا لا. بفضل التقنيات كراس على بي ان ال او تكنيك دو كومونيكاسيون المقابلة هذيك باش تتطور وتولي سو فورم دونتروتيان موتيفاسيونيل. هو باش يمشي يشوف باش يشجعوا باش يشجعوا باش يحفزوا. هذا التكنيك تاع التحفيز ويرفع لهم المعنويات نوعا ما. دونك فيما يكمن هذا الفن الاستماع وما هي اهدافه في العلاج؟ فوالا الميدسان اليوم في 2022 لو كان يعمل دوره تكوينيه في التقنيات الاتصال اول كومبيتونس اول كفاءه يخدم عليها هي لا تكنيك دو ليكوت فن الاستماع. في بلاد في 2022 مازلنا بعاد كل البعد على الاستماع كفن. لهنا باش نعطي ان بروفيرب فرونسي يقول il faut deux ans pour apprendre à parler mais toute une vie pour apprendre à se taire. شو معناها باش نصبي؟ يعلمونا نتكلموا ملي احنا صغار ما يعلموناش نسمعوا. و il vaut mieux tard que jamais ما فاتش حتى شيء ما فاتش الفوت اللي حاب يتعلم يسمع يتعلم. Et grâce à ces sessions de formation, on peut apprendre à écouter et on peut récolter les fruits de cette formation. حكيت على الفن، عندما يصبح التواصل فنا للشفاء، كيف ستكون قابلية الأطباء لذلك وخاصة
يرتكزون على التحاليل الأرقام دواء لا غير. في وقتنا توا في 2022 التطور التكنولوجي خلى الماكينات ماذا ماشين اللي كابابل دو تو فير. اوكي ماشينه ناخذ اكزومبل تاع سكانير نجم تعطينا لو ريزولتا اكزاكت تاع الدياغنوستيك. اوكي مي اون ماشين اللي كابابل دومباتي اللي كابابل ديكوت الماكينه تنجم تعطيك لي شيفر اكزاكت مي ما تنجمش تحط روحها في بلاصه المريض. والتيرم هذايا ركزت عليه في المقال لومباتي. سي كوا لومباتي؟ C'est la capacité de se mettre à la place du patient.